تيسيرا على المواطن، الحكومة توافق على صرف منحة على بطاقات تموين بمبلغ 1 مليار جنيه خلال شهر رمضان. في إطار التصدي للفساد، بروتوكول تعاون بين الرقابة الإدارية والبنك الدولي في مجال مكافحة الفساد. وخلافات بين الحوثيين وعبد الله صالح، والأخير يعلن أن الحوثيين باعوا اليمن لإيران بثمن بخس. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى أهم ملفات يوم انقضى. التفاصيل: لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تخصيص 1 مليار جنيه لدعم بطاقات التموين لمرة واحدة خلال الشهر الفضيل، وذلك لتوفير سلع أساسية أهمها الزيت والسكر. القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء جاء كوسيلة للتيسير على المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، كما أكد المجلس أن هذا القرار تم التوصل إليه بالتنسيق مع البرلمان. قرار منحة إضافية تخفيفا على المواطنين ورفعا لأعباء الأسرة المصرية، وافق مجلس الوزراء على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين بمبلغ 1 مليار جنيه خلال شهر رمضان المبارك. وزير المالية دكتور عمرو الجرحي خلال مؤتمر صحفي قال إن المنحة الإضافية سوف تصرف لمرة واحدة نهاية شهر يونيو وبمناسبة قدوم الشهر المبارك. وده الحقيقة حصل في الأيام الأخيرة طبعا في ضوء ارتفاع الأسعار وفي وجود دخول شهر رمضان المبارك، وأيضا في التواصل مع مجلس النواب وأعضائه وبالأخص ائتلاف دعم مصر، فتم العرض النهاردة على مجلس الوزراء بهذه الزيادة أو بهذه المنحة مبلغها 1 مليار جنيه تمنح لشهر واحد بمناسبة شهر رمضان المبارك. من جانبه كشف وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي كشف عن وجود تواصل بين الحكومة ومجلس النواب بخصوص المنحة، حيث وافق مجلس الوزراء عليها فور عرضها. وأشار المصلحي إلى أنه قد تم تخصيص 14 جنيها إضافية لكل فرد على بطاقة التموين، والذي يأتي من حرص الحكومة الدائم على توفير كافة السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز. إضافة مبلغ 14 جنيه لصالح كل فرد على البطاقة. هذا الموضوع زي ما اتقال بالضبط هو لتوفير سلع أساسية أهم، هنركز في السكر والزيت زي ما احنا عارفين، ولكن ستكون البطاقة سريعة على السلع اللي موجودة على الكارت، وبالتالي إنما هندعم الكميات الموجودة من السكر والزيت. وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي بدورها أشارت إلى أن المنحة تأتي في إطار حزمة من الإجراءات للتخفيف من أثر التضخم على الأسر المصرية. في إطار حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية وللتخفيف عن الأسر، خصوصا أن موضوع السلع التموينية بيبقى له دور مهم جدا في شهر رمضان، فالحقيقة يعني اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ومجلس الوزراء كله تحمس جدا لفكرة أنه يزيد المنحة، هذه المنحة الخاصة بشهر رمضان الكريم. ولأن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات الحكومة، فإنها تبذل جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولتسليط الضوء أكثر على هذه المبادرات والقرارات الأخيرة من قبل الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب، ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي. مرحبا بك سيد إيهاب. أهلا وسهلا، مساء الخير وكل سنة وأنتم طيبين. كل عام أنتم بخير. سيد إيهاب، بداية يعني تعليقا على الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تقليل يعني كل هذه الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتحديدا المواطنين محدودي الدخل، هناك العديد من القرارات والمبادرات الأخيرة تمت بالفعل يعني بتنسيق ما بين الحكومة ومجلس النواب، وهناك مبادرات أخرى عديدة قبل هذا القرار الأخير كمعارض أهلا رمضان والعربات المبردة ومشروع
الجمعيات، وأخيرا تخصيص هذا المبلغ الكبير 1 مليار جنيه لدعم بطاقات التموين. تعليقك وتقييمك لكل هذه الجهود في الفترة الأخيرة. الحقيقة طبعا هو جهد يشكر للحكومة وللبرلمان، ووعي بما حدث خلال نقدر نقول 12 شهر الأخيرة، يعني الخمس شهور أو الأربع شهور من العام ده والثمان شهور من العام الماضي. لأننا خلينا نذكر أنه السوق المصري تعرض لما يسمى بفجوات التوريد. فجوات توريد يعني امتناع الموردين أو امتناع المستوردين عمدا وقصدا عن التوريد بعد ما يكونوا وعدوا بتوريد حاجة زي السكر، زي الأرز، زي ألبان الأطفال، زي خلافه. فده بيعمل ما يسمى في الاقتصاد بفجوة التوريد، معناها أنه فجأة المعروض ينخفض أو يختفي بينما الطلب مازال كما هو، والطلب ده كان متوقع وجود عرض، فالعرض ده يختفي فترتفع الأسعار جدا، وكمان مش ترتفع لكن تختفي السلع، يختفي لا تتاح السلع. هذا الاختفاء مقصود سيد إيهاب؟ هو ممارسة احتكارية ولا بد أن تكون مقصودة، حتى ولو بالخطأ فهي ممارسة احتكارية. يعني أصل القصد والخطأ ما نقدرش نقول إن هي إيه، لكن أكيد الكل كانوا خبراء، سواء الموردين للقمح أو للرز أو لألبان الأطفال أو للسكر، الكل خبراء وعارفين ان ازمه التوريد بتحصل ازاي. بشكل او باخر حدثت الفجوات. طبعا ده سبب انطباع سيء جدا جدا على السوق، وخلينا ان السوق ثقه، لما بتهتز الثقه يظهر عنصر القلق والخوف، فالناس بتميل للتخزين اكتر. فتلاقي نفسك لما تتحل ازمه التوريد ومثلا صحيح الجيش يبدا ينزل بضائع، الناس اقولها بالبلدي اللي اتدفع من الشوربه ينفق في الزبادي. فهو كان بيشتري مثلا 2 كيلو رز، بعدين فجاه اختفى الرز، فلما ينزل الرز يقوم مشتري 5 كيلو بدل 2 عشان يخزن خوفا من انه يختفي تاني. ففجوه التوريد علميا ليها اثار، يعني توابع عامله زي يعني. ولكن هذه يعني الفجوه نستطيع القول بان من خلال هذه المبادرات والقرارات الاخيره يعني عملت بشكل او باخر على يعني سد هذه الفجوه الكبيره. انا كنت عاوز اوضحه استاذ حضرتك. اولا الفجوات انتهت، يعني ما عنديش علميا دلوقتي بمراجعه ارقام المخزون من السلع الاساسيه انا ما عنديش فجوه. لكن توابع الفجوات هي شعور المواطن بالقلق من اختفاء السلع تاني، بتزود الطلب وبتبقى زي توابع الهزه بتاعه فجوه التوريد. وده بقدوم شهر رمضان المعظم ان شاء الله. والميل للاستهلاك. وضحت هذه الفكرة تماما السيد إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي، ونأمل أن لا يكون هناك أي معوقات أو عراقيل تعيق تنفيذ هذه القرارات. نشكرك جزيل الشكر. نزال في نفس الخبر مشاهدينا الكرام، وفي ذات الملف ينضم إلي مباشرة نائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. سيد النائب أهلا بك ومرحبا. يمكن من يسمع 14 جنيه زيادة لكل فرد ومليار جنيه لدعم بطاقات التموين لمرة واحدة، يعني يمكن أن يتساءل هل المبلغ مناسب خاصة مع ارتفاع الأسعار؟ هل يكفي احتياجات المواطنين في الشهر الكريم ولا لا؟ أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. وانت طيب، اهلا بحضرتك. وطبعا هنتكلم المبلغ مناسب، هو غير مناسب قطعا بالشكل يعني، لكن هحكي لك القصه الاستوي بدات ازاي. احنا طبعا من اول تحديد سعر الصرف لما بدا شهر 11 تحدثنا مع السيد وزير التموين في خصوص هذا الاطار، ان الاسعار فيه حصل فيها زياده بنسبه كبيره، التضاعف اللي حصل للعمله للجنيه قصاد الدولار، الارقام اللي تغيرت في السوق نتيجه 100% و150% زياده في الاسعار. فتحدثنا ان لابد من بطاقه تموينيه انها توصل على الاقل 50 جنيه للفرد. يمكن طبعا احنا عشان اللجنه الاقتصاديه مدركه حجم الاعباء والموازنه والمشاكل اللي بتواجهها الدوله في الموازنه وفي عجز الموازنه، تحدثنا بشكل او باخر على كيفيه توفير موارد للجانب لدعم السلع بالذات، لحد ما توصلنا ان مثلا ممكن يحصل زياده على الاقل كل شهر يكون في سلعه زياده، يعني ما يبقاش زيت وسكر فقط، يبقى في رز معاه. لكن وزير التموين برضه قعد يحسبها باكثر من شكل، او مع وزاره الماليه بالتعاون مع الماليه، شاف ان مش قادر ان هو يستوعب معاه الجانب ده، الى ان وصلنا للوضع اللي احنا فيه حاليا،
والحكومة استمعت إلى جانب أن شهر رمضان داخلين على الأزمة والأسعار نسبة التضخم وصلت 34%. صندوق النقد الدولي لما كان هنا في مصر ما زالوا موجودين بيراجعوا بيشوفوا نسبة التضخم والزيادة في الأسعار. كل دي العوامل بيحاول على أساسها نخفف من الأعباء شوية على المواطن. لكن أنا أتمنى طبعا الرقم ده مش رقم كبير، يمكن رقم مليار جنيه الناس تحس أنه رقم كبير، لكن في ظل 70 مليون مواطن بيتمتعوا بهذه الخدمات لابد ان احنا نحاول على اقل ان احنا نستمر مدار السنه بنفس الزياده دي. واحنا في اللجنه الاقتصاديه ان شاء الله هنشتغل الفتره القادمه على كيفيه ايجاد موارد مناسبه نستطيع من خلالها ان احنا ندعم المواطنين بشكل افضل وخاصه بطاقات التموين. طيب الحقيقه انه لدينا طريقين او على الاقل زاويتين، زاويه ان تعطي المزيد من الدعم او تعطي المزيد من المقابل المادي او من السلع، والناحية الأخرى أن تخفض وأن تراقب، تخفض الأسعار وتراقب على الأسواق. فكرة الرقابة، فكرة أنه السيطرة على الأسعار قبل نهاية هذا الشهر وبداية الشهر الكريم إن شاء الله الناس بدأت بالفعل في تحضير احتياجاتها، هل يمكن عمل ما لم نستطع أن نفعله خلال الأشهر الماضية، خاصة أنه في اتجاه حكومي حقيقي لذا؟ لكن ماذا عن الآلية؟ كسؤال حضرتك جيد. طبعا هو اول حاجه مهمه جدا، يعني نتمنى في تطبيق الجزء ده ان المواطنين يروحوا لمكاتب التموين ويلاقوا السلع متوفره. ما اقولش كلام اعلامي ان انا في سلع هتبقى 14 جنيه على بطاقه والمواطن يفاجئ ان هو ما فيش سلع متوفره فما يعرفش حصلهم، يكون عدى شهر رمضان وانتهت المده. دي مهمه جدا نقطه من وزاره التموين، مهمه جدا من الرقابه على مكاتب التموين ان المواطنين اللي هم بيتجهوا لمكاتب التموين يلاقوا السلع في ميعادها المظبوط قبل بداية الشهر أو مع بداية الشهر الحالي القادم سوري. فما يجيش المواطن يذهب لمكتب التموين يقول له لا ما فيش عندي، استنى بكرة استنى بعده لحد ما الشهر يخلص وبعد كده يفاجأ أن هو المدة انتهت والسلعة ما وصلتلوش. دي نقطة هامة جدا وهيسأل عليها وزير التموين أمام البرلمان. تاني نقطة اللي حضرتك بتتكلم عنها الرقابة على الأسواق، تحدثنا عن الرقابة على الأسواق تحدثنا فيها كثيرا وقلنا أن وزارة التموين بالذات مش عارفة تستخدم آلية للرقابة على الأسواق. في ظل ارتفاع الدولار في الوضع الحالي هو في مرحلة استقرار وثبات، طالما الحكومة مش عايزة تنزل الدولار صعب أن السلع والأسعار تنزل، يعني ده خلينا واقعيين عشان ما نوصلش نقول ان رقابه ونقول ان الوزاره ما بتنزلش والتجار وجشع التجار والممارسات الاحتكاريه. طالما الحكومه مش هتنزل سعر الدولار صعب جدا ان انت تنزل الاسعار في الوقت الحالي. طيب يعني اذا لدينا المشكله قائمه بشكل او باخر لن تستطيع لانه طبيعي، لكن ماذا عن السلع غير المستورده؟ ماذا عن الانتاج المحلي؟ ماذا عن محاولات الحكومه ليس فقط للسيطره على الاسواق لكن السوق عرض وطلب، وبالتالي محاوله توفير سلع منافسه كما يحدث الجيش مثلا في بعض المنافذ والمجمعات الاستهلاكيه، هذا يعمل على تخفيض السلع في الاسواق، يعني هذا احد الحلول المطروحه، هل هذا موجود بالفعل تطبيقا ولا لا؟ كل اللي حضرتك تحدثت عنه ده فعلا تحدثنا مع وزاره التموين، المفترض فتح منافذ توزيع في المحافظات وفي الاحياء، وتحدثنا ان في مراكز الشباب منتشره في جميع الاحياء ممكن تعمل فيها اماكن توزيع، بس هو مشكله ما عندوش سلع يقدمها، هو هيقول لك هفتح منافذ توزيع وبعدين ما عندوش السلع كافيه يستطيع ان هو يحطها في المنافذ التوزيع، فسايب السوق حر، سايب السوق حر للتجار والمستوردين والمحتكرين. طالما ما قدرناش نقضي على الممارسات الاحتكاريه اللي في السلع الغذائيه هتفضل الازمه موجوده، لابد ان الحكومه تعمل والبرلمان وعندنا قانون حمايه المستهلك قادم وعندنا لابد ان هو يتم التنسيق فيه على القضاء على الممارسات الاحتكاريه، هي دي اساس المشكله في الاسواق، بعض الناس او بعض التجار او بعض المستوردين بيحتكروا السلع الغذائيه وبتبدا هي المضاربه عليها، ده وصلت كمان الدرجه ان هم بيحتكروا السلع الزراعيه اللي الفلاح بيزرعها. بيروح للفلاح ويتعاقد معاه ويبدا بقى بعد كده يتفاوض هو مع الدوله نعم. وقفت على الاسعار بتاعته كان بها ما وافقتش بيبدا ينزلها في السوق السوداء باسعار مختلفه. فهنا لابد كمان من الزراعات التعاقديه ما بين وزاره الزراعه والتنسيق مع وزاره التموين. للاسف غياب التنسيق ما بين الوزارات مكمن المشكله عندنا في مصر، احنا بنعاني من مشكله عدم التوفيق او التناسق ما بين الوزارات.
طيب لازم وزارة التموين يكون في تنسيق مع وزارة الزراعة، لازم يكون في دعم للفلاح بشكل جيد، لازم يكون في زراعات تعاقدية مع الفلاح، لازم نبدأ نفهم الفلاح ونعرفه ان انت تستطيع ان انت بالمحصول بتاعك لو علمت اولادك كويس وعرفتهم يعني ايه تصدير تقدر انت تفتح شركة واولادك يفتحوا شركة وهم يصدروا تلقائي، هيبقى عائد الربح عندك اكتر، وفي نفس الوقت الحكومة تعرف تتفاوض معاه وتاخد جانب اخر من المحصول للسوق المحلي. طيب سيادة النائب، يعني الحقيقة ونحن نتابع، يعني منذ قليل كان وزير التموين مع زميل عمرو أديب ومعه نخبة من مالكي السلاسل وغير ويقدمون العروض ويحاولون أن يعني يسهلوا حياة المواطن بشكل أو بآخر. هذا 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 لا يقيم الأمور، يعني هذا حلول، نعم حلول يمكن أن تكون في موسم، لكن ماذا عن الحلول الدائمة؟ ماذا عن رقابة البرلمان على حتى أداء الحكومة؟ ما هو دور البرلمان تجاه المواطن في هذا الإطار؟ هقول لحضرتك حاجة، الكلام على التلفزيون كويس جدا وسهل جدا والحلول والعروض والكلام ده كويس جدا، مجرد يومين ثلاثة بتلاقي كل العروض دي انتهت وتلاقي إن المواطن مش عارف يوصل للسلعة. فأنا مش بحكم على الموضوع بفترة معينة إن أنا بعرض منتجات وبقول أنا عندي أسواق وعندي كذا وعندي كذا، دي ممكن عشان دخول رمضان فبدأت الناس تشعر إن المواطنين بيحسوا يعني عندهم أعباء كثيرة فبيحاولوا يسهل لهم الأمور بشكل أو بآخر، لكن بتفاجأ إن بعد مثلا فترة وجيزة من الوقت بتبدأ الحاجات دي كلها تختفي. فإحنا عايزين حاجة استمرارية. دور الرقابة هنا هو دور وزارة التموين، دور وزارة التموين اللي عندها 15,000 موظف تموين المفترض ان هم يشتغلوا ويلفوا على انا اتحدث عن دور التموين ويلفوا على ووظيفة البرلمان في الرقابة على الحكومة، دور البرلمان واللجنة الاقتصادية في الرقابة على وزارة التموين. ما انا هكمل لك النقطة. اتفضل يا فندم. انا هقول لحضرتك حاجة، احنا غيرنا وزيرين تموين بسبب الرقابة البرلمانية من اللجنة الاقتصادية بالذات، والوزير التموين الحالي هو رئيس اللجنة الاقتصادية، فده أكتر دليل على دور البرلمان. يعني اساسا كل التوصيات والتوجيهات اللي خرجت من اللجنه الاقتصاديه هي اللي تم فعلها، وهي اللي تم الوقت الحالي تم تنفيذ توجيهاتها، ودليل ذلك ان زي ما قلت لك ان رئيس اللجنه اصبح وزير تموين وهو عليه اعباء اكتر دلوقتي بتنفيذ توجيهات ما قالت اليه اللجنه الاقتصاديه. فهو ده دور البرلمان اللي هو اوريدي مفعل من جانب الرقابه على وزاره التموين. يعني الحقيقه يجب ان يعني الكل عليه هذا الحمل والثقل، وإن شاء الله يعني ليس الموسم فقط أنه يمر بسلام، لكن الدوام، فكرة أنه يكون الأمور مستدامة. يعني شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب وكل مشاهدينا طيبين. النائب عمرو الجهري وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. وإذا مشاهدينا الكرام، حصاد ليلى ما يزال مستمرا. في إطار التصدي للفساد، بروتوكول تعاون بين الرقابة الإدارية والبنك الدولي في مجال مكافحة الفساد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في ثاني ملفات حصادنا الإخبارية. أهلا بحضراتكم، وهذا الملف مشاهدينا الكرام سوف نتابع فيه أيضا إحدى القضايا المحلية، حيث وقع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان خلال زيارته ووفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وقع على بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد، كذلك الحوكمة والإصلاح الإداري. توقيع البروتوكول جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها. مزيد من التفاصيل في هذا العرض المعلوماتي مع الزميلة نهى توفيق. لكم التحية مشاهدين الكرام، والحديث حول بروتوكول مكافحة الفساد. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي للفساد ومحاربة الفساد، وقعت هيئة الرقابة الإدارية بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري. الهدف من هذا البروتوكول كما هو مبين على شاشة العرض، أولا العمل على الوقاية من الفساد والتصدي له في مختلف أجهزة الدولة، تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها في بناء الوطن، إضافة إلى المساهمة في البناء السياسي والاقتصادي.
أما عن جهات مكافحة الفساد في مصر، مهمة مكافحة الفساد والتصدي له ليست حكر على هيئة الرقابة الإدارية، فهناك جهات أخرى تتصدى للفساد، لعل من أبرزها كما ذكرنا هيئة الرقابة الإدارية. ثانيا الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهاز المركزي للمحاسبات، وأخيرا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أما عن أشكال الفساد فهي كالآتي: أولا الرشوة، هي الحصول على أموال أو أي منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه. ثانيا الابتزاز، هو الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح. ثالثا استغلال النفوذ والمحسوبية، هو تنفيذ أعمال لصالح فرد أو لصالح جهة ينتمي لها الشخص. الاحتيال، هو اللجوء للخداع للحصول على منفعة دون وجه حق. الاختلاس، هو إخراج الشيء من حيازة شخص دون رضائه وإدخاله في حيازة شخص آخر. أما عن نتائج وآثار الفساد كما هو موضح على شاشة العرض، للفساد آثار سلبية سواء على المجتمع أو على الفرد، فهو يؤدي إلى خفض وعرقلة التنمية، يؤدي أيضا إلى تحميل المجتمع أعباء مادية ضخمة، كما يؤدي إلى زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي. الفساد يتسبب أيضا في تدمير الأخلاق وانهيار القيم وتشويه المناخ الاستثماري وإعاقة جذب الاستثمارات. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا عن بروتوكول مكافحة الفساد الموقع بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك الدولي. شكرا لحضراتكم وعودة إلى سياق نشرتنا. نشكر الزميلة نهى على هذا العرض التفصيلي عن بروتوكول التعاون لمكافحة الفساد. ولإثراء الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة سيدة اللواء محمد أبو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق. مرحبا بك سيادة اللواء. أهلا بك فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. بداية سيادة اللواء، إذا كنت قد تابعت هذا العرض التفصيلي الذي تحدث بالتفصيل عن بروتوكول التعاون لمكافحة الفساد، هناك العديد من النقاط تناولناها في هذا العرض التفصيلي، وهي الأهداف من هذا البروتوكول وأيضا الجهات المنوطة بمكافحة الفساد وأخيرا أشكال الفساد العديدة. أولا سيادة اللواء، إذا أردنا أن نتحدث عن الأهداف المرجوة من هذا البروتوكول الأخير. أولا بحييكم تاني وبحيي السادة المشاهدين. الحقيقة البروتوكول اللي وقع النهاردة في مع البنك الدولي بمعرفة السيد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد الوزيرة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، كان في ضوء لقاء السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البنك الدولي هنا من فترة، أعتقد شهر 4 اللي فات. ودايما جهاز الرقابة الإدارية كجهاز كأقوى جهاز مكافحة فساد بحكم دوره وبحكم القانون المنظم لأعمال، القانون اداله متابعة خطة التنمية، كل ما يتعلق بحياة المواطن المصري من مية الكهرباء التعليم لشركات لنقل المواني لتجارة خارجية تجارة داخلية أقماح، كل ما يتعلق بحياة المواطن الرقابة الإدارية هي الأداة الفاعلة للدولة المصرية في متابعة هذا الشأن، ولها في ذلك ما خوله لها القانون من ضبط الجرائم الجنائية كشف الثغرات. احنا عايزين مؤسسات قائمة من أول ما بتخطط لمشروع بتنفذ لحد في الآخر بنحصل على نتيجة، كل ده منوط بهيئة الرقابة الإدارية ومن حقها أنها بتعمل محضر وتعرضه على النيابة العامة،
عضو الرقابة الإدارية زي ما قلنا قبل كده هو مأمور ضبطية قضائية على مستوى نعم الجمهورية. هو بالفعل هذه الخاصية أو هذه سيادة اللواء يعني بالفعل هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة الرئيسة المنوطة بتحقيق هذا أو تحقيق في أشكال الفساد كافة، ولكن هناك تعاون وتنسيق فيما بين هيئة الرقابة الإدارية مع العديد أيضا من الهيئات الأخرى، يعني كالهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعديد أيضا من الأجهزة الأخرى كالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. فلتحدثنا بالتفصيل عن التنسيق والتعاون فيما بين هيئة الرقابة الإدارية مع باقي الهيئات الأخرى. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هيئة الرقابة الإدارية لا تعمل بمعزل عن بقية أجهزة ووزارات الدولة. هيئة الرقابة الإدارية بتتابع خطة التنمية الاقتصادية على مستوى الجمهورية وبيشوفها على كل الوزارات، مخصصات، اعتمادات، أوجه إنفاق، ما احنا بنقول إيه، حوكمة، وبنقول إصلاح إداري. الهدف المنوط بالهيئة هو البحث وتحري أوجه القصور والخلل اللي في الجهاز الإداري للدولة، الأسباب، الجرائم، الأشخاص اللي بيحولوا دون تنفيذ خطة الدولة في الوقوف على قدميها في بناء مؤسسات فاعلة، مؤسسات منوط بها تخطيط، منوط بها توظيف، منوط بها فتح أسواق عمل، منوط بها منتج يتصدر بشكل اقتصادي بتكلفة، رشد النفقة، الفلوس دي بتتصرف في أماكنها ولا لا. هذا الجهاز قائم على هذا الشأن وفي إطار بروتوكولات تعاون مبرمة ما بين هيئة الرقابة الإدارية والعديد من الدول. الجهاز منفتح، الجهاز بيحدث نفسه، الجهاز بيحب يقف على أعلى درجات، أعلى درجات مكافحة الفساد. الغير عمل إيه؟ من هنا كان التوقيع النهاردة على هذه الاتفاقية عشان في خطة دولة، في مشروعات قومية، في قناة السويس اللي هي المنطقة الاقتصادية، في بننحى النهاردة منحة يكافح البطالة، يعضد اقتصاد الدولة، يعظم التصدير، يعظم الناتج القومي، لأن المديونية النهاردة كبيرة والفوائد الدين كبيرة. لازم خطة التنمية الاقتصادية تسبق معدلات الأداء، معدلات النمو السكاني. فهنا احنا بنقف مع البنك الدولي، بيقف معانا، بيدلنا أفكار، بيدلنا روشتة، بيدلنا خبرة مع الزملاء الأفاضل من جهاز الرقابة الإدارية، بنشوف هذا البروتوكول يقدم لنا مساعدة فنية، مساعدة إدارية، وسائل تدريب، كل ده الغير بيعمل إيه عشان نقدر خطة التنمية الاقتصادية تحقق المبتغى منها، وهو وقوف هذا الوطن على قدميه بقوة وثبات. نعم، إذا أردنا أن سيادة أي مشروع بيتحدد له مكان. نعم، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن المردود السريع لهذا البروتوكول تحديدا وأصداء هذا البروتوكول تحديدا محليا ودوليا بعد التعاون يعني مع الأجهزة الدولية كالبنك الدولي، ما أصداء هذا البروتوكول الجديد محليا ودوليا؟ معدلات الفساد في أي دولة بتبقى طاردة للاستثمار وطاردة لرأس المال ومرعبة ومفزعة لرجال الأعمال المستثمرين الأجانب. أي حد بيقرب من مناخ، من دولة عايز فيها شفافية، عايز فيها قانون، عايز يقتضي حقوقه حال وقوع أي مشكلة له أو عرض في أثناء تنفيذ مشروعه الاستثماري، من حيث تخطيط، من حيث تنفيذ، من حيث سياسات نقدية، من حيث سياسات مالية، من حيث عوامل مؤثرة. أنا بخلق فرص عمل، لازم فرص العمل دي تتخلق وتتوجد في ظروف مواتية، مواتية لنجاح المشروع، مواتية لنجاح المؤسسة اللي جاية تستثمر عندي. من غير هذا المناخ الطارد للفساد والقاضي عليه بإذن الله، اللي هو ما مسألة ان احنا هننهي الفساد بنسبة 100% ده صعب، لكن احنا بنكافح هذا الفساد، بنحد منه، بنحد من اضراره، من اثاره الكارثية على الاقتصاد القومي وعلى سمعة مصر الدولية في مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات التي تعلي قيم النزاهة والشفافية في عالم اليوم. نعم سيادة اللواء، يعني ذكرت في معرض حديثك منذ قليل بأن هذا الجهاز يعني يطور ويحدث من نفسه، ما هي أوجه هذا التطور وهذا التحديث لجهاز مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية؟
هيئة الرقابة الإدارية جهاز محترم بيعرف ينتقي أعضاؤه علما تأهيلا تدريبا، ما بيوقفش فكر العضو الهيئة على ساعة التحاقه بالجهاز. يعني في أحيان بيقعد هذا العضو 6 شهور كاملين تدريب، وبعد كده بيتعمل له برامج تخصصية، هو ناقصه ايه في قانون، ناقصه ايه في اجراءات، ناقصه ايه، بيدرس كل القوانين المنظمة، بيدرس موقف كل الاجهزة النظيرة، عنده افق اقتصادي، عنده افق علمي، في وسائل فنية بيتدرب عليها، بيزور بلاد اجنبية بهدف الوقوف على الاجراءات التي تتبعها هذه الدول في مكافحة الفساد، في الجمارك، في ادارة المواني، في الصوامع والغلال والأقماح. يعني الناس نازلة امبارح وأول ما شاء الله على كل الجمهورية بنورد الحالة الموازين اللي بتوزن هذا الكلام، الكيالين اللي منوط بيهم الميزان والوقوف على الميزان وكانوا غايبين كلهم، فده متابعة ميدانية. ومعانا سلطة الضبطية القضائية، حالة وجود جريمة جنائية المسؤول بيحال للنيابة العامة، وحالة وجود مسألة تأديبية رئيس الجهة أو الهيئة أو المكان اللي فيه المخالفة بيقدر ياخد قرار بيقصي هذا الشخص أو الآخره بعد تحقيق إداري وفي ضوء المخالفة اللي ارتكبها. فدي إجراءات فاعلة وموجودة على الأرض. الجهاز بيطور نفسه بيحدث نفسه، والنهاردة نقلة كبيرة لما نبقى مع البنك الدولي، بنك الدولي وصندوق النقد مؤسسات تمويل عالمية لها وسائلها ولها إجراءاتها ولها قدراتها، احنا بنتعاون معاها بالقدر اللي يتناسب معانا كبيئة وكمحتوى. نعم سيادة اللواء، يعني على يمكنني من تنفيذ خطتي السياسية الاقتصادية على أرض الواقع الآن بعد توقيع هذا البروتوكول، هل هناك خطة يعني مزمنة لتحقيق كل الأهداف المرجوة من هذا البروتوكول أم لا؟ أم أنها خطة طويلة المدى؟ أنا عايز أقول حاجة، مفيش حاجة يعني لها زمن محدد. إذا كنا بنتفق على سياسات أو بنتفق على أهداف وهذه الأهداف هيتضمنها برامج، دي بتبقى طويلة المدى، ماهيش حاجة قصيرة النهاردة ولا بكرة. أنا مش هكافح الفساد النهاردة وهقضى عليه في 24 ساعة ولا 48 ساعة. في تدريب، يعني سيعقب هذا اللقاء أكيد تدريب، سيوفد بعض أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على للتنفيذ. بقى ده بروتوكول نظري اتصاغ واتكتب، هيتحط موضع التنفيذ من خلال أعضاء مؤهلين دارسين يجيدوا اللغة الإنجليزية، يجيدوا لهم مهارة لهم كفاءة، هيتحط الكلام ده هيتحط في برامج تنفيذية. البرامج التنفيذية دي النهاردة هتضمن قيام هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة خطط الوزارات، كل وزارة بتعمل بتبيع بتشتري أعضاء الأماكن الحساسة اللي فيها بتوع المشتريات والمخازن والعقود بيعملوا سيادة اللواء، ولكن يعني الكفأة نحن نعلم الكفاءة العالية. نعم وضحت هذه النقطة سيادة اللواء، ولكن نحن نعلم أن هناك يعني خطط كثيرة، هناك خطط تحقق على المدى الطويل وهناك خطط أخرى تحقق بعض الأهداف المرجوة منها على المدى القصير. ما هو المردود السريع بعد توقيع هذا البروتوكول؟ أولا زيادة الضمان في الاقتصاد المصري وفي توجه الحكومة المصرية إن هي حكومة لا تتستر على فساد. يمكن امبارح جهاز الكسب غير المشروع أحل أو يعني قرر بعض الإجراءات وفي ناس سددت فلوس امبارح. هذا مناخ طارد للفساد، هذا مناخ جاذب للاستثمار. وقع هذا الكلام، وقع هذا البروتوكول هيبقى له مردود سريع سواء في الداخل او في الخارج، بيوجه رسالة سياسية مفاتها ان الحكومة المصرية حكومة جادة في مكافحة الفساد، انها وذلك سينعكس بشكل مباشر سيادة اللواء مكافحة الفساد. اذا له مردود سريع بشكل مبين على الاقتصاد المصري فقط، ولكن هذا المردود السريع ايضا في الخارج، ايضا في الخارج كمان. تمام وبيحسن من مكانة مصر في تقرير النزاهة والشفافية. يعني في منظمة الشفافية الدولية ترتيبنا فين مع كل ده، احنا بناخد اجراءات وبناخد وسائل وبنتحرك بقفزات سريعة مدروسة، ما احناش طايرين من على الارض، لكن ده هيبقى من خلاله هتتم اجراءات، هتتم برامج، هتتم سياسات، هتفعل كل الوزارات هيتابع نشاطها، كل الهيئات الاقتصادية هيتابع نشاطها،
القصه رايحه فين وجايه منين. انا عايز اوقف الاقتصاد المصري على ايه؟ على رجليه. انا عايز ارفع معدل النمو الاقتصادي، انا عايز اصدر، انا عايز اقلل الانفاقات النفقات بتاعتك كحكومه، انا عايز اعظم الاستثمار، عايز لازم يبقى مناخ جاذب. مناخ جاذب من غير فساد، يعني وجود فساد هيبقى صعب. هذا المناخ الجاذب لابد ان يتخلص من الفساد اولا. تمام، لابد ان يكافحه سنه بسنه عشان باذن الله الاستثمارات الاجنبيه اللي هي كشت مننا الفتره اللي فاتت من اول يعني الاربع سنين اللي فاتوا دول، لا الناس تبتدي تبص علينا تاني، تثق فينا تاني، تجيب فلوس او هي امنه على الاجراءات وعلى الوسائل وعلى الظروف المواتيه وعلى قدرة هذا المجتمع على أنه يطهر نفسه بنفسه من الفسدة والفاسدين وتوفير المناخ المناسب للاستثمار. المستثمر رأس المال جبان، عايز بيئة مواتية. البيئة المواتية دي اللي هتعمل لنا فرص عمل وهتفتح لنا مجالات التصدير. نعم. غير سيادة كده يعني سيادة اللواء الحديث عن توفير هذا المناخ المناسب لزيادة معدلات الاستثمار في الفترة الأخيرة، بالفعل شهدنا هناك العديد من القوانين أيضا فيما يخص قانون الاستثمار الجديد، وأيضا العديد من القرارات الأخرى التي قد اتخذت من قبل مجلس النواب بتعاون أيضا مع الحكومة. كل هذه القرارات الأخيرة أيضا وتحديدا فيما يخص قوانين الاستثمار مع هذا البروتوكول الأخير لمكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري، كل ذلك ينعكس بشكل مباشر على حجم الاستثمار في مصر وأيضا على شكل أو الإطار الجديد للاقتصاد المصري. كيف يمكن أن ينعكس كل هذه الجهود محليا ودوليا على الاقتصاد المصري؟ أولا زي حضرتك ما أشرتي، دي منظومة متكاملة. الحكومة بتعمل ايه؟ اجراءات ايه؟ قوانين صدرت او مزمع اصدارها بالتنسيق مع مجلس النواب، مدى استجامة مجلس النواب، سرعة تجاوبه مع القوانين الملحة سواء للاستثمار او جذب رأس المال الاجنبي، بالتبعية دور الاجهزة الفاعلة سواء اي جهاز رقابي. نعم. في مصر. تمام؟ نعم سيادة اللواء، يعني نشكر سيادة اللواء محمد ابو حسين وكيل هيئة الرقابة الادارية السابق، نشكرك جزيل الشكر وعذرا لضيق الوقت. مشاهدينا الكرام، حصاد الليلة ما يزال فيه المزيد. خلافات بين الحوثيين وعبد الله صالح، والأخير يعلن أن الحوثيين باعوا اليمن لإيران بثمن بخس. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم من جديد في ثالث وآخر ملفات حصادنا الإخباري، ولكن عربيا. اليوم يوم بعد آخر تأخذ الخلافات بين ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح فصلا جديدا من التطور والتصعيد والمواجهة التي تنبئ بوقوع حرب بين الطرفين المتحالفين الذين عرف عنهما العداء القديم. هذا العداء يبدو أنه عاد ليتجدد الآن مرة أخرى، تصعيد يعد تطورا واضحا وعميقا في الخلافات والمواجهات بين الحليفين، وربما لم يجز الآن أن ندعوهما بالحليفين. هل انتهى شهر العسل بين الجانبين؟ فيما يعد بداية لانهيار تحالف الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بعد نشر تقارير تفيد بنية الحوثيين اغتياله، هدد الرئيس السابق بالتخلي عن الحوثيين وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية واس، وذلك بعد أيام من تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن هناك خلافا كبيرا بين الطرفين المتحالفين منذ 4 أعوام. علي عبد الله صالح لديه خلاف كبير جدا مع الحوثي، ونعرف أنه اليوم تحت سيطرة الحوثي وتحت حراسة الحوثي، ولو لم يكن تحت سيطرة حراسة الحوثي سوف يكون موقفه مختلف تماما عن موقفه اليوم. بلا شك علي عبد الله صالح لو خرج من صنعاء لأي منطقة أخرى سوف يكون موقفه مختلف تماما عن موقفه اليوم. اليوم هو قد يكون مجبر على الكثير من المواقف الذي يكرهها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصادر في صنعاء أن صالح بدأ يتحرك إعلاميا ضد الحوثيين
وأنه التقى أعضاء حزبه المؤتمر الشعبي العام وهدد ببيع الحوثي للتحالف إذا لم يرضخ لمطالبه، واصفا الحوثيين بالمتطرفين، كما أنه أعطى الضوء الأخضر لوسائل الإعلام التابعة له لتعرية الحوثي وفضحه أمام المواطن اليمني وعلاقته بإيران وبيعه اليمن إلى طهران. والأهم أن الرئيس اليمني السابق يعد خطة لاستعادة صنعاء من الحوثيين. وطفت على السطح خلافات بين الجانبين في الآونة الأخيرة بعد تعرض عدد من الوزراء المحسوبين على حزب صالح للطرد من مكاتبهم على أيدي مسلحين حوثيين ضمن صراع المناصب بين الجانبين. وفي سياق رده على الإهانات التي وجهها الحوثي وجماعته لأتباع المؤتمر الشعبي العام، دعا صالح أعضاء حزبه إلى إحيائه تنظيمياً وتجاوز الخلافات، مطالبا بضرورة التواصل بين كل مستويات الحزب التنظيمية وقواعده وقيادته بهدف توحيد الصف، ربما استعدادا لمواجهة أخرى. صالح كرر طلبه لجماعة الحوثي حل ما تسمى باللجنة الثورية العليا التي رفضت سحب مشرفيها في المؤسسات الحكومية، وتأكيده أن حزبه سيتخذ قرارات حاسمة في حال رفض الحوثيين إلغاءها، لتبدأ مرحلة جديدة يصح معها التساؤل حول مستقبل العلاقة بين علي عبد الله صالح والحوثيين. مشاهدي الكرام، في هذا الملف ينضم إلي على الهواء مباشرة صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية. سيد صالح، أهلا بك. يعني أعداء الأمس ثم حلفاء في السر أحيانا ثم حلفاء لسنوات بعد الثورة اليمنية وضد الدولة، الآن يعودون مرة أخرى أعداء يبدو. يعني تهديدات الرئيس علي عبد الله صالح بفضح الحوثيين ربما يعني أكثر مما قاله، لأنه تحدث بالفعل عن أن الحوثيين باعوا اليمن بثمن بخس وذلك لإيران. ترى عما يتحدث صالح كذلك، يعني هل تعتقد أن هو تشقاق والنزاع بينهما وصلت إلى حد كبير، أم أنه مجرد التهديد لمزيد من المصالح ربما؟ أسعد الله مساءكم. طبعا تقريركم كان تفصيلي وكان جميل جدا، ويعني ذكر الكثير من القضايا. نعم. لكن أستطيع القول أن التحالف أصلا منذ البداية كان تحالف خطاف، هو تحالف الهالكين، جمعتهم تجمعهم المصالح وتفرقهم الأحقاد. الحوثيين لن يغفروا لعلي عبد الله صالح أنه قتل زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي، وخلال الست الحروب قتل منهم ما لا يقل عن 15,000 حوثي. وبالتالي هذه ما يحدث اليوم هو بداية النهاية، ليس للتحالف بين الهالكين، وإنما هو بداية النهاية للحوثي أو صالح. أنا أرى أنه علي عبد الله صالح استطاع أن يدفع بالحوثيين إلى المحرقة من خلال يعني تحريضهم على الاتجاه نحو المحافظات الجنوبية، وهناك يعني التحالف والجيش الوطني والمقاومة الجنوبية استطاعت أن تنقلهم دروس وتم تحرير المحافظات الجنوبية. بالوقت ذاته احتفظ علي عبد الله صالح بقواته، لذلك اعتقد ان المعركه القادمه ستكون هي الخسر الاول فيها الحوثيين اكثر من خساره علي عبد الله صالح. لكن حتى علي عبد الله صالح لن يكون له مكان في اليمن في ظل الاوضاع الداميه التي كان سببا في وصول اليمن اليها. طيب سيد صالح، يعني اعتقد ان الحرب، حرب التحالف العربي ومحاولات التحرير وإعادة الشرعية إلى اليمن، هي ضد عبد الله صالح وضد الحوثيين معا. يبدو أن يعني ولو بشكل نظري المصالح تزال ترتقي بين عبد الله صالح وبين الحوثيين، ما هي نقاط النزاع؟ ماذا الآن؟ يعني تحدث عبد الله صالح قائلا إنه لو لم تجب مطالبي لأعمل على فضحهم، وسلط بالفعل يعني إعلامه لانتقاد وفتح الحوثيين، على ماذا يتنازعون وتزال لديهم الآن مصلحة مشتركة ربما فيما يبدو؟ لو عدنا إلى البداية عندما اقتحم الحوثيين أو انقلبوا على العاصمة صنعاء، سنجد أنهم كان هدفهم الثاني هو علي عبد الله صالح،
كان الهدف الثاني بالنسبة لهم علي عبد الله صالح، لكنه استطاع بمراوغاته وقدراته على يعني رجل يلعب على رؤوس الثعابين أن يدفعهم باتجاه الجنوب وباتجاه مضيق باب المندب وشتتهم في عدة جبهات. اليوم لو نلاحظ أنه من بدأ في عملية الفضح الإعلامي هي قناة هي الحوثيين. الحوثيين بدأوا يفضحون علي عبد الله صالح في تقرير قدمته قناة المسيرة التابعة لعبد الملك الحوثي، أوضح بأن علي عبد الله صالح هو القاتل، وبالتالي علي عبد الله صالح كان هذا واحد من ردود الأفعال. لو عدنا حتى إلى الوراء شوية، علي عبد الله صالح خرج قبل شهر أو أكثر بمليونية أو ما يصفها مليونية، لم يكن هذه المليونية موجهة للشرعية أو التحالف، كانت موجهة للحوثيين ليؤكد أنه ما زال هو القوي في العاصمة صنعاء، وأنه يستطيع أن أنصاره ما زالوا هم الأكثر في صنعاء. يعني هو نزاع على السلطة، لكن كان رد سيد صالح يعني سريع من الحوثيين. لا، هو الآن تستطيع أن تقول أنه الهروب من المسؤولية. الآن كل واحد يريد أن يرمي المسؤولية ما حصل في البلد على الآخر. علي عبد الله صالح يريد أن يقول أنهم باعوا الوطن لإيران، وأنهم الآن يعني أرهقوا ميزانية الدولة، دمروا مؤسسة الدولة، يعني عملوا كل شيء، وهم يريدون أن يقولوا أنه علي عبد الله صالح كان شريكنا في كل ما حصل في اليمن. الآن هي عملية هروب. الآن بدأت قوة التحالف والجيش الوطني يضيق عليهم الخناق، وبالتالي تضيق الخناق عليهم في العاصمة صنعاء وفي الحديدة، لم يبقى معهم إلا العاصمة صنعاء والحديدة، وبالتالي بدأت تظهر خلافاتهم، وبدأ كل واحد منهم يريد أن يرمي خلافاته لكي يندفع نحو التحالف، حتى يعني يقل لنفسه لا نقول مكان، حتى يتم الغفران له من التحالف فلا يتم محاربته. لكن ربما تتحول الآن الأمور إلى مواجهة عسكرية ما بين صالح وبين الحوثيين، ويبدو أنه يود السيطرة واستعادة السيطرة كاملة على صنعاء. ترى من الخاسر أم أن الأطراف كلها خاسرة؟ الخاسر الأول الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني يعني مرت الآن السنة الثانية ونحن على السنة الثالثة وهو يتعرض لمآسي تزرق دم اليمنيين في كل الشوارع. المنتصر في هذه الحرب سيكون هو خاسر، لكن أعتقد أن الحوثيين ليس لديهم ما يخسروه غير أنهم بيستمروا في طريق الهلاك، وعلي عبد الله صالح يدرك أنه لا مكان له في اليمن ولا في المحيط، وبالتالي ستكون الكارثة. يعني كنا نتمنى، وهذا ما يدعو إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، أن يعودوا إلى جادة الصواب وأن يعودوا إلى طاولات المشاورات، فربما الخروج بسلام أفضل بكثير من أننا ندخل بمزيد من إراقة الدماء والصراعات. ما زال الحكومة يعني تفتح أو تنادي بأن السلام هو الحل، لكن إذا تطلب الأمر أن يتم الحسم فالحسم العسكري الآن قاب قوسين أو أدنى. ربما خرجت الأمور عن فكرة السلام الآن، لأنه يعني حتى يبدو أن صالح يتحرك هذه التحركات بعد أن وصلته أخبار بأن الحوثيين ينتوون اغتياله، وبالتالي الرجل يعني أحس أنه لا حليف له، وأنه أصبح يبحث عن حلفاء جدد. ماذا عن دور الإعلام في هذه الصنيعة الآن؟ ماذا يمكن أن يؤثر بالفعل الإعلام وأنت وكيل وزارة الإعلام اليمنية؟ إذا تحدثنا عن الإعلام الشرعية، فالإعلام الشرعية يعني الآن بدأ يعني يفضح كل العمائل أو كل الجرائم التي يرتكبها عفاش والحوثيين. أما على مستوى الصراع بين الطرفين فالصراع أصبح بشكل كبير جدا، وأصبح يعني اتهامات متبادلة، وأصبح يفضح بعضه بشكل كبير جدا، وهذا أدى إلى أنه الكثير من جنودهم يتركون الجبهات لإدراكهم بأنهم كانوا على خطأ، وأنهم كانوا يقاتلون من أجل جماعة أو من أجل ميليشيات. يعني في الساعات الماضية أبلغني أحد القادة أن الكثير من العسكريين تركوا الجبهات. في نهاية هذا اللقاء أن أشكرك صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، كذلك نريد أن نشكر كل مشاهدينا، فقد وصلنا إلى نهاية حصاد الليلة.
إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس الساعة في خدمة إخبارية جديدة. نترككم بأمان الله.